كابتن الخطيب بيطلق إشارة البدء الاختبارات ذوي الهمم لمحاولة عبور المنش. كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي أطلق إشارة البدء لفعاليات الاختبارات النهائية للمنتخب المصري والعربي والألماني من ذوي الهمم لمحاولة عبور المنش والمحدد لها شهر يوليو القادم. استضاف مرسى النادي الأهلي بمقر الجزيرة صباح اليوم الخميس الاختبارات النهائية برعاية وزارة الشباب والرياضة وتحت إشراف كل من خالد شلبي وكيل الاتحاد الإنجليزي في شمال إفريقيا والشرق الأوسط وشرويت حافظ السباحة الأولمبية في حضور الدكتور عماد حداد مساعد وزير الشباب والرياضة للتنمية الرياضية. كابتن الخطيب كان حريص على الترحيب بالسباحين من ذوي الهمم زي ما حضراتكم شايفين الصورة قدامكم وقدم لهم قميص النادي الأهلي مؤكدا على اعتزاز النادي باستضافة هذه الفعاليات والتي تأتي انطلاقا من دور الأهلي المجتمعي وتعزيز دور الرياضة في بناء الشخصية. كابتن محمود الخطيب أضاف كمان أن استضافة النادي للاختبارات تأتي من واقع مسؤوليات النادي الأهلي المجتمعية تجاه كافة مؤسسات الدولة ودعمه ومساندته الدائمة لملف ذوي الهمم. دي كانت معظم أخبارنا.